نعود وطنيا. تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة من مخدر الشيرة تفوق 8 أطنان، وذلك عبر الميناء البحري لأسفي. تفاصيل أكثر عن هذه العملية في روبورتاج سفيان البعزاوي ويونس الصباح. العملية الأمنية مكنت من ضبط شحنة المخدرات تتكون من 199 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، كانت معبأة على متن شاحنة لنقل البضائع مرقمة بالمغرب، جرى ضبطها مباشرة بعد ولوجها إلى ميناء أسفي الأطلسي. تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من حجز وإيقاف كمية مخدر شيرة تبلغ حوالي 8 أطنان و112 كيلوغرام، إضافة إلى كمية من البنزين تبلغ حوالي 1160 لتر، وإيقاف مجموعة من المشتبه فيهم. إجراءات البحث المنجزة مكنت من توقيف 21 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في التهريب الدولي لهذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن حجز براميل تحتوي على 1160 لترا من البنزين وشاحنة صغيرة. هذه العملية النوعية اللي تم الإيقاف ديال المعنيين هادو على مستوى الميناء أسفي الأطلسي كانت بناء على معلومة دقيقة وفرتها مصالح الأمن الإقليمي بأسفي بالتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الموقوفون تم إخضاعهم للبحث القضائي الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.